الورق اللي معاك بتاع الماس ترانسفير اللي هي صفحه 14 و13 يتقدروا مكان بعض بس يتقدروا مكان بعض يعني تقدروا بس غلط يعني 14 هي اللي بتيجي قبل 13 طيب في تعديل بس بخصوص الكمبيوتر الناس اللي جت متاخره اولها بعدين في الاخر بس من ايه ما فيش حاجه طيب دلوقتي احنا هنتكلم على طبعا فاضل لنا احنا خدنا في الماس ترانسفير دلوقتي النوع الاولاني اللي هو كان هيدروثيرمال ستاجنت ديفيوجن ماس ترانسفير لو انا عندي الهواء بتاعي اللي موجود مفيش اي موشن فبالتالي بيحصل ديفيوجن من الوتر في الهواء وانا عندي هنا السرعه بزيرو وبدينا نحسب عدد الوتر ايفابوريشن من المره اللي فاتت بعد كده خدنا النوع الثاني اللي هو الايه كونفكتيف ماس ترانسفير الكونفكتيف ماس ترانسفير قسمناه نوعين اللي هو اكسترنال وايه الانترنال وخدنا المره اللي فاتت الاكسترنال المره دي هنتكلم بقى عن الانترنال يعني ايه الانترنال يعني انا لو عندي ايفابوريشن اوف ليكويد انتو اير انسايد بقى تيوب وانا عندي مثلا عندي تيوب بالمنظر ده التيوب ده من جوه من انر ايه سيرفيس ويتد بليكويد فيلم مثلا من الووتر مثلا فالليكويد فيلم من الووتر دوت لما الهواء هيدخل هيبتدي يعمل ايه؟ هيبخر البارتكلز بتاعت الووتر نتيجه الايه؟ فرق كونسنتريشن يبقى بالتالي لما الهواء يعدي بسرعه معينه جوه التيوب هيبتدي يبخر في نزلات الميه فبالتالي الهواء وهو ماشي بيحصل ايه؟ عمال يبخر ميه فبالتالي تركيز بخار الميه في ايه؟ في الهواء يحصل ايه؟ هيزيد يبقى معنى كده لو الهواء داخل رطوبه معينه اللي هي الفاي ان مش كده؟ الريلاتيف هيوميديتي بتاعت الايه؟ الانتر دي ايه؟ يبقى الهواء داخل رطوبه معينه فاي ان فبالتالي لما يخرج هياخد بايه؟ برطوبه اعلى فاي اوت والريليشن ما بين فاي ان وفاي اوت ايه؟ الريلاتيف هيوميديتي عند الخروج هتبقى طبعا اكبر من ايه؟ من الخروج لان الهواء اوريدي بخر ميه فبالتالي جزيئات الميه في الهواء يحصل لها ايه؟ هتزيد. طبعا انا بتعامل مثلا هنا مع باي ليها طول ال وليها دايركت دي والهواء داخل بسرعه دي والريلاتيف هيوميديتي بتاعت الهواء باي دي وقلنا السي انفينيتي ده عباره عن ايه بقى؟ اللي هو السي انفينيتي كونسنتريشن بتاع تركيز بخار الميه عند الدخول واحنا اتفقنا التركيز ده عباره عن ايه؟ درس يعني ده كثافه بخار لان احنا عارفين طبعا ان انا في عندي ايه؟ اللي هو رو بي ورو جي مش كده؟ رو بي ده اللي هو ايه؟ كثافه البخار ورو جي سوري رو جي ده اللي هو كثافه البخار ورو اف ليكويد صح؟ يبقى انا هنا بتكلم على رو جي ده تركيز بخار اللي هو هيبقى رو جي انا عندي البخار اللي داخل ده عباره عن ووتر فيبر في الجو الووتر فيبر في الجو ده في حاله ليكويد ولا فيبر؟ في الفيبر فيس فبالتالي لما باجي اتكلم على رو احنا عندنا طبعا لما بنتعامل مع الووتر في اف وجي اف دوت اللي هو الليكويد وجي دوت اللي هو الايه؟ الفيبر بس طيب انا دلوقتي عايز احسب الووتر ايه؟ الفابوريشن معدل تبخير الميه ده قد ايه؟ خلاص فاحسب معدل التبخير ده ازاي؟ احنا المره اللي فاتت عملنا انرجي ما بين الهيت ترانسفير والماس ترانسفير قلنا لو عاوز احسب الكيو عن طريق الايه كونفكشن بحسبها ازاي؟ الاتش في الاريا في الدلتا تي واحنا قلنا لما كنا بنحسب الكونفكشن بتاع الانترنال فلو كنا بنقول هو عباره عن الاتش في الايه؟ في السيرفيس اريا في الكي اس ناقص الدي انفينيتي طب ما احنا هنعمل نفس الكلام بس بالنسبه للماس ترانسفير فيبقى الاتش في اريا في دلتا سي لان احنا هنا عندنا بدل فرق درجات حراره هيبقى ايه؟ كونسنتريشن ديفرنس فالاتش في الحاله دي تبقى عباره عن ايه بقى؟ بدل ما ده مش هيت ترانسفير فبدل ما اسميها كونفكتيف هيت ترانسفير كوفيشنت هبقى اسمه ايه بقى؟ كونفكتيف ماس ترانسفير كوفيشنت عشان كده اسمه اتش ام يبقى ام دي اختصار ايه؟ ماس ترانسفير فده اسمه كونفكتيف ماس ترانسفير كوفيشنت طب الاتش ام دي وحدتها ايه بقى؟ وحدات سرعه لما اتكلمنا المره اللي فاتت عليها وحدات سرعه طيب يبقى الاتش في الاريا في دلتا سي ايه هو بقى دلتا سي؟ تركيز الووتر فيبر عند الوول اللي هو على السطح الانر سيرفيس ناقص تركيز بخار الميه بتاع الهواء اللي داخل مش كده؟ طب انا دلوقتي المفروض هنا ده تركيز بخار الميه عند السطح بالظبط تركيز بخار الميه طيب ناقص تركيز بخار الميه في الهواء وهو معدي طب هو اصلا تركيز بخار الميه بتاع الهواء قد ايه؟ سي انفينيتي ان ولا اوت؟ هو متغير يبقى هو عند كل نقطه بيتغير فاهم بالتالي باخد ايه؟ الافرج
زي سي ال ام تي دي كده ولا لا؟ ما هو ينفع بالظبط بس التبسيط يعني ممكن استعمل سي ال ام تي دي هنا بس انا لو عملت حراره يبقى فرق كونسنتريشن بس احنا بالتبسيط بنقول ايه؟ بنعتبر كان العلاقه دي لينير فباخد السي ام في السي دبل ناقص السي افريج حيث السي افريج هو الافريج بتاع الايه؟ ايه المواقع اللي فيه؟ طيب يبقى انت لو عندك المقدره اللي انت تحسب الايه؟ تركيز بخار الميه عند الوول الانر وول وتركيز بخار الميه عند الدو... اللي في الهواء او اللي لو في الجو عند الدخول والخروج من البايب هتقدر تحسب معدل التبخير ولا لا؟ اوكي يبقى دي المعادله الاولانيه بتقدر تخلينا اقدر احسب ايه؟ الريت اوف ووتر ايفابوريشن. طيب في معادله ثانيه اقدر استخدمها بقى ايه هي؟ اللي هي كونتينيوتي ايكويشن. لو انا عرفت كم جرام فيبر داخل وكام جرام فيبر خارج مش هقدر اعرف اتبخر قد ايه؟ يعني لو داخل مثلا عندي خمسه انا جيت اقيس اللي عند الدخول كده لقيت 5 جرام داخلين وخرج 7 جرام يبقى كده معنى كده ايه؟ ان البخار اللي دخل شال 2 جرام يبقى كده اللي اتبخر 2 جرام فانا عامل كده اقول هو الفيبر اللي خرج ومش الفيبر اللي دخل. طيب ازاي اجيب الماس فلو ريت بتاع البخار؟ انت عارفين الماس فلو ريت بتاع اي حاجه ماشيه جوه انر سيرفيس بجيبها عن طريق كونتينيوتي ايكويشن فالاي ميثود بتساوي ايه؟ رو كروس سكشن اريا في الفلوستي يبقى انا هجيب كروس سكشن اريا واضربه في الفلوستي بس احنا اتفقنا الكثافه بالنسبه لنا هي نفسها كونسنتريشن فانا اقول ايه؟ انا عاوز اجيب الماس فلو ريت بتاع الفيبر عند خروج يبقى هضرب الكروس سكشن اريا والفلوستي كثافه الفيبر عند خروج كثافه الفيبر اللي هي سي انفينيتي قوي. طيب ناقص نفس الكلام عند الدخول يبقى اقدر اخد هنا كروس سكشن اريا في الفلوستي كمان ايه؟ فاكتور يبقى بخار كثافه البخار عند الخروج ناقص الدخول الكروس سكشن اريا والفلوستي يبقى انا جبت معدل التبخير. طبعا انت في المساله يا اما هتعرف تحسبها بالمعادله الاولى يبقى خلاص خلصت يبقى جبت ايه؟ المس ريت اوف ووتر ايفابوريشن من المعادله الاولى يا اما مش هعرف احسبها من المعادله الثانيه يا اما مش هعرف ولا من الاولى ولا من الثانيه يبقى اعمل ايه؟ اقسمهم ببعض. انت ما اعرفش في حاجات هنا كومن اللي هي ايه؟ سي انفينيتي اوت انا ما اعرفش لو خرج بتركيز بخار قد ايه عند خروج ففي الحاله دي لو سي انفينيتي اوت دي مش معروفه فهتضطر تساوي المعادلتين ببعض زي ما عملنا في الهيت ترانسفير لما كنا مش عارفين درجه حراره الهواء اللي خارج او الميه اللي خارجه كنا بنساوي المعادلتين ببعض فبالتالي انا لو قدرت اساوي المعادلتين ببعض اقدر اوصل للكلام ده. نخلي بالنا من نقطه مهمه ان دي سيرفيس اريا ودي ايه؟ لان كونتينيوتي ايكويشن فيها كروس سكشن بينما الهيت ترانسفير او الماس ترانسفير بيحصل على سيرفيس اريا يبقى هنا دي سيرفيس اريا فالسيرفيس اريا عندي اللي هي كام؟ باي دي ال بينما كروس سكشن اريا بقى على 4 دي سكوير خلاص؟ لان طبعا لو واحد خلى الاريا دي هي الاريا دي مثلا متلخبط هيبقى الكلام بتاعه مش منطقي حتى ليه؟ ما انا اكيد معدل التبخير بيعتمد على مين؟ على الطول فالطول لو اختفى من المعادله يبقى ملهاش مش لوجيك اصلا كل ما الايه؟ كل ما الماسوره عندي الطول تبقى طولها اطول يبقى معدل التبخير لازم يزيد فبالتالي لازم ال كبيرامتر لازم يبقى موجود جوه المعدل فبالتالي انا لما اقعد سيرفس اريا وكروس سيرفس اريا هتطلع عندي معدل رقم 3. طب ايه؟ بنعتبرها تقريبا صح ما دي سرعه الهواء من السرعه اللي هي تقريبا برضه نفس سرعه البخار تمام؟ هي تقريبا صح اللي هي الافرج بلس. طيب يبقى المعادله دي لو انا ممكن يبقى موجود هنا السي فيت او اقدر اجيبه يعني. طيب ايه بقى لازم تغلط في ايه؟ اهم حاجه تعرف الكونسنتريشن ده بتحسب ازاي ونفهمه كويس عشان ما نغلطش فيه. احنا قلنا الكونسنتريشن عباره عن ايه؟ كثافه صح؟ طيب بس تركيز بخار الميه عند السطح خلاص؟ ده في الحاله دي عباره عن ايه؟ بخار الميه عند السطح بالظبط او الهواء عند السطح الهواء لازق بالظبط عند السطح بنلاقي ان هو الهواء في الحاله دي مشبع تماما بالايه؟ بالميه. يبقى التركيز في الحاله دي هيبقى عباره عن ايه؟ تركيز بخار الميه مشبع فبالتالي لو احنا عايزين نحسبه بالايه؟ بالايكوشن اوف ستيت فبتقول ايه؟ المفروض الرو بتساوي كام؟ دي على ار تي صح؟ والار اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي الار نوت على النيوكلير ويت. طب مش اللي هو سي دبليو؟ انا بتكلم على تركيز بخار الميه المشبع لان انا بتكلم على طبقه الهواء اللي هي لازقه على الميه فبالتالي هي مشبعه بالميه. في الحاله دي هتبقى طبقه انهي ضغط؟
ضغط بخار الماء المشبع اللي هو دي ساتوريشن. يبقى في الحاله دي عشان اجيب السي دبليو اقول هو دي ساتوريشن صح؟ في الموليكولر بتاع الميه على الار نود في درجه حراره الميه تقدر تحسبه بالايكويشن اوف ستيت. وممكن اقول لك ايه؟ طب مش انت قلت لي من الاخر كده هو ده نفسه هو الكثافه؟ طب الكثافه بتساوي ايه؟ واحد عامل سبسيبك فوليوم. فانا ممكن اجيب على طول البي جي من الجدول واريح نفسي. يبقى انت عندك دلوقتي ايه؟ طريقتين، يا اما تجيبه من دي او من دي. لو انا معايا جدول انا شايف ان دي هتبقى اسهل بكتير، يبقى انا هجيب البي جي عند درجه حراره الميه. يبقى السي ده هيبقى واحد على البي جي. تمام؟ يبقى الكلام ده بالنسبه والعلاقه دي عمرها ما بتتغير. معايا درجه حراره الميه مثلا ب 300، يبقى جدول الميه عند 300 كلفن اجيب البي جي واقلبها يبقى جبت الايه؟ سي دبليو. طب لو عاوز اجيب السي انفينيتي بقى؟ السي انفينيتي ده عباره عن ايه؟ كثافه بخار الميه اللي داخل اللي جوه الهواء. بس بخار الميه اللي في الجو ده مش مشبع. فما ينفعش ايه؟ اكتب نفس الفورمولا دي. هكتبها ازاي؟ لو انا عاوز اجيب السي انفينيتي ده بتساوي كام؟ البي بتاع الووتر في الهواء في الموليكولار ويت على الار مود في الدي انفينيتي. بس الحاله دي مش ايه؟ مش البي دبليو ده مش البي ساتوريشن. طب نشيل نحط مكانه ايه بقى؟ فاي في البي ساتوريشن، لان ضغط البخار هو بيساوي ايه؟ ضغط بخار الميه على ضغط بخار الميه المشبع هو ريلاتيف هيوميديتي. فهشيل ده واحط فاي في البي ساتوريشن عند ايه؟ عند الدي انفينيتي. طيب مش ده كله احنا ممكن نشيله زي ما عملنا ايه؟ احنا شلنا ده كله وحطينا مكانه ايه؟ واحد على بي جي. يبقى ده برضه هنشيله ونحط مكانه ايه؟ واحد على بي جي. الكلام ده بيساوي فاي على البي جي. البي جي عند كام؟ 60 فلس. يبقى دايما الفاي دي بنحطها ليه؟ عشان البخار اللي داخل مش مشبع. يبقى هو لو مشبع يبقى واحد على بي جي، لو مش مشبع البخار اللي داخل اصلا مش مشبع يبقى اضربه في الايه؟ في الفاضي. دكتور طناش هو يعني ايه بي دبليو عند تي انفينيتي؟ يعني ضغط بخار الميه في الجو. قصدي ايه كده؟ يعني الجو ده فيه بخار ميه الضغط بتاعه قد ايه؟ لا هو تي الهواء نفسه درجه الحراره. نعم؟ كونسنتريشن في الان كده هيختلف عن الحراره ازاي؟ يعني لو عندي فاي على دي عشان ما هو مش الهواء دلوقتي لما دخل شال ميه؟ فالهيوميديتي زادت نتيجه الميه اللي اتاخرها، التبخير هنا نتيجه فرق التكييف. طب والهيوميديتي اللي هاخدها اللي هي عند زن؟ ما انا دلوقتي انت عاوز تحسب يعني سي انفينيتي ولا اوت؟ يعني ده هيبقى معايا اثنين هيوميديتي. انا عارفين ان معايا فاي ايه؟ فبجيب منها السي انفينيتي ان. لو انت معاك الفاي اوت تقدر تجيب منها السي انفينيتي اوت. لو مش معاك يبقى مش هتعرف تجيبها. تمام؟ يبقى السي انفينيتي ان بتساوي ايه؟ فاي ان على بي جي على تي انفينيتي. طيب هو انا بقول لك تي انفينيتي تي ووتر، افرض انا وده الغالب انا بتكلم على ايه؟ على ايزوثيرمال، يعني ايه ايزوثيرمال؟ يعني الاثنين زي بعض. طيب لو الاثنين زي بعض يعني تي انفينيتي هي نفسها تي ووتر. يبقى الفي جي عند تي انفينيتي هي نفسها الفي جي عند الايه؟ التي ووتر. يبقى اقدر اقول على طول ان السي انفينيتي بتساوي 5 سي دبليو. خلاص؟ يبقى دلوقتي لو انا عندي ايلي ثيرمال اجيب السي دبليو اضربها في الفاي يبقى جبت على طول ايه؟ السي انفينيتي ان. ليه؟ لان في الحاله دي هيبقى الفي جي عند تي انفينيتي هي نفسها الفي جي عند الايه؟ التي دبليو. الترم ده هو نفسه سي دبليو يبقى ممكن اشيل الترم ده على بعض واحط مكانه سي دبليو. يبقى في الحاله دي لو الاثنين زي بعض وده اللي هيحصل يبقى اقول السي انفينيتي ان بيساوي فاي ان في السي دبليو وده هيبقى فاي السي انفينيتي اوت هتبقى فاي اوت في السي دبليو نفس الفكره. خلاص؟ انا عاده مش هبقى معايا الفاي اوت مش هبقى معايا الفاي اوت مش هبقى معايا الايه؟ الفاي اوت لان انا اصلا ما عنديش السي انفينيتي اوت. يبقى انا في الحاله دي من المعادله دي هجيب منها ايه؟ السي انفينيتي. خلاص؟ واضح؟ يبقى احنا كده احنا اللي جبناه بس دلوقتي حاجتين السي دبليو والسي انفينيتي ان ومن المعادله اقدر اجيب السي انفينيتي اوت. طبعا فيها لعبه بقى كتير ان انا ممكن ايه اديك السي انفينيتي اخليك تعرف تحسب انت السي انفينيتي اوت
وتعوض بيها تدي حاجه ثانيه لينس مثلا او دايمتر او بتكبر تمام. طيب انا بعد ما اجيب سي انفينيتي او تطلع بكام؟ اعلى من سي انفينيتي. اعلى من سي انفينيتي ان ولازم تكون اقل من سي دبليو صح ولا لا؟ لان انا ايه اللي هيحصل؟ الهواء هيبتدي ايه لما يعدي يبتدي يبخر جزيئات الميه خلاص. بس اقصى حاجه يحصل ايه؟ يفضل يبخر ميه يبخر ميه لغايه ما ايه؟ ما يتشبع. يبقى اقصى حاجه للسي انفينيتي اوت تبقى بتساوي كام؟ يبقى ان جنرال السي انفينيتي اوت اصغر من السي دبليو. بس اقصى حاجه فيها انها توصل للسي دبليو. يبقى كده في الحاله دي ان الهواء لما دخل قعد يبخر الميه لغايه ما خلاص ايه؟ خد كل الميه اللي ما يقدرش ياخد اكتر منها لغايه ما الرطوبه بتاعته بقت 100%. تمام؟ طيب انت في الحاله دي من المعادله اللي فوق لما تحلها وتقدر تجيب كل التيرمز اللي فيها هيبقى مجهول السي انفينيتي اوت. لما تجيبها من المعادله الثانيه هيحصل ايه؟ عندك ثلاث سيناريوهات. لا السي انفينيتي اوت تبقى اصغر من السي دبليو وده الوضع اللي هو النورمال. يبقى انا في الحاله دي ما وصلتش للتشبع. يعني ايه ما وصلتش للتشبع؟ يعني الهواء دخل وخرج برطوبه اقل من 100%. خلاص؟ يبقى في الحاله دي السي انفينيتي اوت اصغر من السي دبليو. يبقى معنى كده ايه؟ ال اقل من الاكس سات. ايه هي الاكس سات؟ هو طول البايب اللازم عشان يحصل ساتوريشن عند الاكس. يعني انا محتاج كم متر كم متر من البايب عشان اخلي الهواء خارج ساتوريتد. هجيبها ازاي؟ ان انا في حد اقول له ايه؟ حط الفاير اوت بول واحد يعني. يبقى الاكس سات دي مينز ايه؟ الطول اللازم عشان اخلي الهواء ماله خارج ساتوريتد. يبقى في الحاله دي الهواء ما خرجش ساتوريتد. يبقى طول البايب اقل منين؟ من اكس ساتوريشن. في الحاله دي الفاي اوت بتبقى عباره عن كام؟ كاني عملت العكس مش انا قايل لك. السي انفينيتي اوت بيساوي الفاي في السي دبليو يبقى الفاي بيساوي كام؟ ده يبقى لو انا طلبت منك هات الرطوبه تعمل ايه؟ عند خروج. بعد ما تحس السي انفينيتي اوت اقسمها على مين؟ السي دبليو هيطلع رقم اصغر من ايه؟ من واحد. طب ايه الحاله الثانيه؟ ان يطلع السي انفينيتي اوت بيساوي سي دبليو صح؟ يبقى في الحاله دي الهواء ايه خرج ايه؟ ساتوريتد نتيجه ان السي انفينيتي اوت ايكوال سي دبليو. يبقى في الحاله دي خرج ايه؟ عند ريلاتيف هيوميديتي كام؟ بواحد. طب ايه الحاله الثالثه بقى؟ ان يطلع السي انفينيتي اوت اكبر من سي دبليو. لما واحد قال لي اصلا ده مش هينفع انت بتقول كلام مش منطقي اصلا غلط. هو ينفع اعدي الرطوبه تعدي 100%؟ ما ينفعش. بس احنا دلوقتي بنتعامل مع مين؟ مع معادله. المعادله ما لهاش ريستريكشن. الاثنين ما في فاي ان وفاي اوت. انا بتكلم على فاي اوت بقى خلاص. يعني انت المعادله لما تحلها خليها الكيرف ده يكمل لفوق صح؟ لان المعادله ايه؟ انت المعادله بتحط فيها ايه؟ رقم لينس صح؟ فاللينس ده لو حطيته 1000 متر 2000 متر هيطلع لك سي انفينيتي اوت. يعني المعادله الكمبيوتر مش هيقول لك ايه؟ انت بتخرف. هو اي لينس هيتحط هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك رقم. فبالتالي لو انت انا اديتك مثلا في المساله لينس معين وانت من الحسابات طلع ان السي انفينيتي اوت اكبر من السي دبليو فهتقول ان ده مش لوجيك اصلا صح؟ يبقى تعمل ايه ساعتها بقى؟ المفروض ان هو لو السي انفينيتي اوت اكبر من السي دبليو طلع كده من المعادله يبقى ده معناه فيزيكالي ايه بقى؟ ان اصلا الساتوريشن جه لغايه هنا وكملت بقى احنا من المعدل نكمل الايفابوريشن. بس هو اكشلي المفروض الايفابوريشن يقف هنا. يبقى الايفابوريشن ما حصلش في الجزء الاخير. يعني ايه؟ ان هو فضل يبخر ميه يبخر ميه لغايه ما فين؟ اتشبع هنا. طب لو فضل يتشبع هنا تفضل ايه؟ يكمل بكام؟ بنفس الفاليو. يبقى في الحاله دي هيبقى الحته دي هيبقى اسمها ايه بقى؟ الاكستوريشن. وهيبقى الطول بتاعي اعلى من الاكس ساتوريشن عشان كده حصل ساتوريشن قبل الخروج. حصل ساتوريشن ايه؟ قبل الخروج. طب انا لو ظهرت معايا الكيس دي وهي ما بتحصلش كتير هقول له ايه؟ هقول له ده ما ينفعش. يعني ايه ما ينفعش؟ يعني لو هو طلع عايز سي انفينيتي اوت اكبر من السي دبليو اقول له لا دي سي انفينيتي اوت في الحاله دي تبقى بتساوي سي دبليو وتثبت عن ده. يعني انا عملت كده خليت السي انفينيتي اوت سي دبليو المفروض تثبت. طيب لو انا بقى حطيت سي انفينيتي اوت بالسي دبليو في الكوشن اثنين اقدر اجيب الام دوت ولا لا؟ صح؟ ففي الحاله دي مش هتستخدم السي انفينيتي اوت اللي طلعت لك لانها هتبقى ايه؟ هتبقى غلط. ففي الحاله دي احط سي انفينيتي اوت كام؟
سي ووتر. طيب وبعد كده من الكوشن 1 ارجع اقف في الكوشن 1 اجيب منها ايه بقى؟ ال ال مش ال بقى بس اسمه اكس سات، لان انت لما تحط له انفينيت اوت بالسي دبليو تفهم ايه؟ ان انت في حاله الطول مش هبقل، لان في حاله الطول هيبقى ايه؟ انت لما تحط انفينيت اوت بالسي دبليو الطول هيبقى عباره عن ايه؟ اكس سات. يبقى من المعادله الثانيه هجيب منها ايه؟ احط له فيها انفينيت اوت بالسي دبليو عشان اجيب معادله التاخير، ومن معادله واحده اجيب منه ايه؟ الاكس سات. ممكن تعرف المعادله ثلاثه عادي ما هي هي، بس ال ال بقى تشيلها وتحط مكانها اكس سات. طب تعالى نعمل ايه الاكسرسايز ده كده في دقيقه، اللي هو ايه؟ اللي هو يقول لي انا عاوز احسب الطول بتاع البايب اللازم عشان احصل على ساتوريتد اير، بس اعتبر ان الهواء اللي داخل لي عندي دراي. ال اتش ام تبقى ايفن ولا ايه؟ يعني اعتبر ان الهواء اللي عندي اللي خارج دراي، الهواء اللي داخل دراي اللي داخل. هات الاكس سات بكام؟ اخلي الهواء خارج ساتوريتد، يعني ايه الهواء خارج ساتوريتد؟ يعني الهواء اول بكام؟ واحد صح؟ تاني حاجه يعني ايه دراي اير عند الانلت؟ يعني السنسورنت اند بكام؟ بزيرو. ما هو دراي يعني مفيش رسوب على المتكون. في الحاله دي لو عاوز اجيب الان دوت يبقى ده اقول لك كده ازاي؟ اكيد في الكوشن ثلاثه على طول. يبقى اتش ام باي امور ريكوايرد كده ايه اكس سات باي دي في الاكس سات مش كده؟ في السي دبليو ناقص هنحط بقى هنا في الحاله دي السي انفينيت اوت هي نفسها السي دبليو اللي احنا بنتكلم عن اكس سات. اكس سات معناها ايه؟ سي انفينيت اوت ايكوال سي دبليو. يبقى سي انفينيت اوت سي دبليو على كام؟ على 2. انا بعوض هنا بتساوي باي على 4 دي سكوير في الفلوسفي بكام؟ في سي دبليو. لو انا طلبت منك حاجه زي كده اقدر استنتج ايه بقى؟ ان سي دبليو مش هتاثر اصلا على ده، يبقى سي دبليو في الحاله دي هتطير. يبقى دي اكسسات بتساوي كام بقى؟ دي في على 2 اتش ام او الفلوستي في الريديوس على اتش ام على طول مباشرة. قلتوا على اتش ام كده اه الاتش ام دلوقتي كام ازاي؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. يعني احنا وصلنا دلوقتي ان احنا بنعرف نتعامل مع السيستم. السيستم بس ما فيهوش غير مشكله واحده، ان احنا نكسب ايه؟ الاتش ام. عشان نجيب الاتش ام هنشتغل بالظبط كاننا بنشتغل في الكونفكشن بتاع الترم الاول اللي هو الانترنال اللي انتوا اوريدي بتستخدموه فين؟ في الهيت اكسشنجر. بس بدل ما هيبقى بقى بنتكلم بقى مع نسخ نمبر جرايندر، احنا قلنا نشوف مين؟ كان في بدل نسخ واحد اسمه ايه بقى؟ شميدة نمبر وشيرود نمبر اه دراي معناها كان تهمل الرطوبه عن الطول. يعني الفاي ان زيرو يعني مفيش تركيز، لكنك اهملت تركيز بخار ما مفيش بخار ما تقريبا ما فيش حاجه اسمها كده اكشن ما ينفعش ان هو زيرو، بس احنا بنقول تقريبا اول حاجه هنعملها ايه؟ هنجيب خواص الهواء صح؟ عند تي ايه؟ تي اف اللي هي تي دبليو زائد تي انفينيتي على كام؟ على الاثنين. بس احنا هنا الاثنين زي بعض. مش تي مين؟ نعم؟ تي مين اللي هو تي انفينيتي ان زائد سوري ده انترنال اسف. هنا المفروض بنجيب عند الايه؟ صح. هنا عشان الانترنال فالبروبس يجيب عند الايه؟ الافرج تمبريتشر بتاعت الهواء. اللي هي ثابته. صح؟ فهنقول البرومرز بتاعت الايه فين؟ ات تي انفينيتي صح؟ اللي هي كام بقى؟
اللي هي نيو والديفيوجن كوفيشن. النيو اللي ايه والديفيوجن كوفيشن. الديفيوجن كوفيشن عرفنا بنجيبه منين، والنيو بتاعت الهواء. طيب ادي اول خطوه. تاني خطوه هنعمل ايه بقى؟ هنحسب ايه؟ هنحسب رينولدز نمبر. رينولدز نمبر بيساوي ايه بقى؟ الفلوستي صح في الدايمتر على النيو بتاعت الهواء. طيب مش احنا كنا بنحتاج براند النمبر، بس احنا هنا ما عندناش براند النمبر لان احنا عندنا بس ترانسفير. ففي حاجه اسمها شمولت ايه نمبر. شمولت نمبر بيساوي ايه بقى؟ النيو بتاعت الهواء على كام؟ على الديفيوجن كوفيشن اللي احنا قلنا بنجيبه برده من ايه؟ من الداتا شيت. طيب يبقى احنا عندنا جبنا كده ايه؟ ريل نمبر وجبنا منه وجبنا كمان شمال نمبر. طيب مش احنا بعد كده لما نجيب نصف، بس احنا عندنا بقى في الماس ترانسفير بدل النصف عندنا مين؟ حاجه اسمها شيرود نمبر. كنا بنشوف لامينر وتربل صح؟ مش عندنا هنا على طول تربل. فشمال شيرود نمبر بيساوي كام؟ من 2 شبه علاقه التربلم بتاعت البي ترانسفير خلاص. بس بدل نصف تبقى شيرو شيرو نمبر بدل براند عندنا شمال مش اكتر من كده. طيب اخر خطوه كده، لو انا جبت شيرو نمبر، شيرو نمبر ده بيساوي ايه بقى؟ الاتش في كي على بيساوي اتش في دي على احنا بنقول اتش في الدايمتر على الكي. هنا يبقى بدل الكي هيبقى ايه؟ ديفيوجن كوفيشن. يبقى خامس حاجة شيرون بيساوي الاتش في الدايمتر على دي كابل. يعني الاتش ايه؟ وحدة الديكابيتال متر سكوير في السكن ودي سمول متر. يبقى يطلع في الاخر ده ايه؟ متر في الثانيه. وده اصلا ما يبقاش ليس تمام، بس هي خطوات سيستماتيك ما فيهاش اي يعني ابداع. طيب الدي الدي ديفيوجن مين اللي بيسمع؟ الدي ده اسمه ديفيوجن كوفيشن اللي هو عباره عن حاجه برامتر خاص بالماس ترانسفير بيبان لي سرعه الديفيوجن بتاعت الايه؟ الووتر مثلا في الهواء. دلوقتي الهواء لما يعدي على الميه زي ما الهواء يعدي على بنزين معامل الديفيوجن هنا بيختلف. يبقى الديفيوجن ده كوفيشنت بيعتمد على مين؟ على التو سبستانسز اللي بيحصل منهم يعني ماس ترانسفير. يبقى الماس ترانسفير هنا كوفيشنت او الديفيوجن ماس ترانسفير كوفيشنت بيعتمد على التو سبستانسز اللي انا بتعامل معاهم، هواء وميه، هوا مثلا ميثانول، هوا بنزين. وطبعا في جدول عندك في اخر الداتا شيت في الكلام ده. هل الكلام ده صعب؟ وبعد كده احنا خلصنا الماس ترانسفير نبتدي بقى نحل مسائل. يعني هنحل النهارده مسائل على ايه؟ على كل نوع. احنا خدنا كام نوع لغايه دلوقتي؟ كده يبقى اربعه، الرجاي ده يبقى الرابع. يعني نوع الثاني فيه نوعين منه والاخير اللي هو دلوقتي كومبايند ماس ترانسفير. بعد كده نحل على كل نوع مساله، وبرده في السكشن هتاخدوا على كل نوع مساله برده. يبقى انت كده على كل نوع حليت مسالتين تمام. دكتور هو الماس ترانسفير مش غير دي بس لا بالنسبه لنا احنا لا لانه هو بس ترانسفير ده علم يعني لوحده منفصل. يعني مثلا في الناس بتوع الكيمياء بياخدوه على ثلاث اربع ترمات، احنا بناخد بس ايه؟ شابتر بسيط منه نتيجه لدوت اللي احنا بنحتاجه. يعني بالنسبه للابلكيشن والتخصص بتاعنا احنا
بتخش في تفاصيل اكتر من كده. انها بتوع كيمياء لا دول هو كل مجالهم اصلا شغلهم في الماستر اصلا. في حاجات كتير طبعا اكتر من كده. كل ده ايه الله حسب الله كده والله والله جدا سيرما كيس ان احنا على درجه حراره الميه هي نفس درجه حراره الهواء فبالتالي مش هيحصل ليه ترانسفير. فكل الشغل بتاعنا هو عباره عن ايه؟ بس ترانسفير ديو تو كونسنتريشن ديفرنس. دلوقتي لو انا بقى عندي فرق درجات الحراره وكمان فرق في الكونسنتريشن فهيحصل ايه؟ الاثنين في نفس اللحظه في ترانسفير وايه؟ وماس ترانسفير. طيب في الاول كده نسيب ريليشن بسيطه قوي. انا عندي لو انا عندي في ترانسفير بيحصل بالنسبه للهيت ترانسفير بروبلم عندي نسبه نمبر بتساوي ايه؟ ال H الكاركترستيك لينس على K وده فانكشن في ايه؟ ديوز نمبر في البراند الاستورد خلاص؟ بالنسبه للماس ترانسفير قلنا بدل نصف في شيرز نمبر وبدل ما كونفكت فيه ترانسفير كوفيشنت هيبقى كونفكت ماس ترانسفير كوفيشنت وبدل براند هيبقى شمدت خلاص؟ فنفس الشكل بس احنا غيرنا برامترز بس بسيطه. طب لو احنا المعددين دول قسمناهم على بعض دكتور هو مش عارفين ايه؟ هقول لك الموضوع ده هيبان كمان
شويه بالتفصيل، بس مؤقتا انا لغايه دلوقتي ايه المعلومه اللي عندي؟ انا معيش ولا اتش ولا اتش ام، انا معايا ايه؟ الريش موبيل. يبقى انا معايا ريش موبيل اتنين فقط. طيب تعالى نخش في سكه ثانيه بقى. انا هتكلم دلوقتي عن الايه؟ على الويت بالب ثرمومتر. الويت بالب ايه؟ ثرمومتر. اللي هو لو انا جبت ثرمومتر وحطيت عليه ايه؟ قطنه مبلوله، فبالتالي الهواء لما يعدي يحصل ايه؟ القطنه دي ويتد بالووتر، فبالتالي الهواء هيوفر جزء منين؟ من الميه، فبالتالي هيحصل درجة الحرارة تقل شوية، يبقى درجة الحرارة المتقاسة دي هيبقى اسمها ايه؟ الويت بالب تمبريتشر هتبقى أقل من درجة حرارة الهواء الدراي اللي هي تي انفينيتي، فتي انفينيتي دي اللي هي الايه؟ الدراي بالب تمبريتشر، وتي دبليو هي الويت بالب تمبريتشر اللي متقاسة بالويت بالب ايه؟ ثرمومتر. طيب نتيجة فرق الكونسنتريشن حصل ايه؟ ماستر اوستر. ونتيجة إن حصل فرق درجات الحرارة نتيجة عملية الإيفابوريشن دي فهيحصل ايه؟ فرق درجات الحراره فهيحصل هيت ترانسفر. يبقى انا عندي كام نوع من هيت ترانسفر؟ اثنين، في هيت ترانسفر نتيجه الايفابوريشن، وفي هيت ترانسفر نتيجه الايه؟ تمبريتشر ديفرنس. ماس ترانسفر ده ما هو الماس ترانسفر ده بيصاحبه هيت ترانسفر عكس الاتجاه اللي هو ايه؟ ايفابوريشن. مش احنا عندنا في الهيت في حاجه اسمها سنسور وحاجه اسمها ليتنت. ايه هو السنسور والليتنت؟ السنسور ده اللي هو في فرق درجات الحراره خلاص، والليتنت اللي هي طاقه التبخير اللي هي بتساوي ايه بقى؟ الام دوت ايفابوريشن في الاتش اف جي زي ما خدته في البويلنج اللي هو الام دوت ايفابوريشن في الايه؟ في الاتش اف جي. طيب انا عندي الشغل بتاعي اصلا السيدي ستيت، فعندي السيدي ستيت لازم يبقى في بالانس ما بين الايه؟ الكونفكشن هي ترانسفر اللي هو سنسبل، واللي كان دي ترانسفر اللي هو نتيجه الايه؟ الايفابوريشن. يبقى انا لو قدرت احسب الكيوب الكونفكشن والكيو اللي نتج نتيجه الايفابوريشن دوت نتيجه الماس ترانسفر اللي هي الليتنت هيت، لو قدرت احسب الاثنين فانا عندي السيد ستيت الاثنين قد بعض. طيب الكيوب الكونفكشن بتساوي ايه؟ اتش في اريك الليتنت هيت. طب والكيو بتاعت الايفابوريشن؟ الام دوت ايفابوريشن في الاتش ايه؟ اف جي. طب الام دوت ايفابوريشن مش احنا لسه عارفين بتتحسب ازاي؟ بالنسبه للاكسترنال اللي خدناها المره اللي فاتت اللي هو الاتش ام في الاريا في السي دبليو ناقص الايه؟ السي انفينيتي. فانا هشيل الام دوت ايفابوريشن بالمعادله بتاعتها. انا سويت الكونفكشن الايفابوريشن طلعت لي دي. السيرفس اريا هتطير، يبقى انا وصلت للمعادله رقم كام؟ 2. يبقى انا دلوقتي عندي كام ريشيو الاتش على الاتش ام؟ معادلتين. طيب هل الكلام بقى، هل المعادله بقى دي موجوده دايما معايا او صح على طول؟ على حسب اللي جاي فاضل اللي هو السي ستيت. هو السي ستيت بس لو الاثنين قد بعض، بس لو الاثنين قد بعض ممكن يعني انا عندي بالانس الكونفكشن قد الايفابوريشن خلاص. يبقى العلاقه دي في الحاله دي تبقى فاليد. لكن دي فاليد على طول؟ دي فاليد على طول. انا اكتشف ان انا مثلا قلت لك زي كان في مساله عباره عن سويمنج بول، بول سويمنج بول وفي حراره عاوز احسب الحراره اللي خارجه منه، فالحراره اللي خارجه منه جايه نتيجه ايه؟ كونفكشن وايفابوريشن وثيرمال راديشن. وثيرمال ايه؟ راديشن. لو في بالانس ما بين كونفكشن والايفابوريشن هتبقى دي صح ده قد ده، انما لو الحرارة كلها خارجة من السويمنج بول يبقى الحالة دي ايه؟ الكيو توتال عبارة عن ايه؟ مجموعة ثلاثة. يبقى اصلا الكونفكشن ملوش علاقة بالايه؟ بالماس ترانس، ده مش بيكنسل ده اصلا. في الحالة دي تبقى العلاقة دي مش ايه؟ مش معاك. طب اي ايفابوريشن و سي زي بعض ولا يعني اي ايفابوريشن وسي زي بعض دايما ولا مش دايما؟ لو عكس الاتجاه. تمام. انا معاك يعني لو في اكزامبل زي ما قلت لك اللي هو الويت بارت في المهم. اوكي؟ طيب تعالى نرجع بقى للوضع بتاعنا تاني معلش. هنا تيم فينتي اكبر من تيم بوتر. الدراي بالب اكبر على طول من الويت بالب. انت لو جبت الترمومتر كده عادي قصه درجه حراره الجو، غير لو حطيت عليه ويت ايه؟ ويت ماتيريال، فبالتالي هتلاقي درجه الحراره اقل شويه، فدايما الدراي اعلى من ايه؟ من الويت بالب. طيب خلاص؟ لو سوينا المعادلتين ببعض هيطلع لي كده صح؟ انا بقى في هنا عندي البروبرتي، عاوز اعرف البروبرتي بتتحسب
ازاي؟ انا عندي رو والسي بي والفا دي خاص مين؟ الهواء صح ولا لا؟ طب انا عندي رو بتاعت الهواء والسي بتاعت الهواء والالفا بتاعت الهواء. طب لو عاوز احسبهم احسبهم ازاي؟ هو مش عندي الهواء ده جاي على اكسترنال سيرفيس؟ لو عاوز احسب الخاص بتاعته واحسبها عند اي درجه حراره؟ التيجا في اكسترنال فلو يبقى الرو والسي بي والالفا هتبقوا منين؟ جدول الاصبح كام؟ 18. عند اي درجه حراره؟ التي اف ايه هي التي اف؟ تي انفينيتي زائد تي تربع على البي. طب ودي؟ الديفيوجن كوفيشن ما بين الهواء والميه اللي هو عندك اخر صفحه في الداتا شيت اوائل الاخيره بتحسب برضه عند التي اف. طيب الاتش اف جي ده اللي كان بتاع مين؟ الووتر عندها درجه حراره الووتر بقى. طب دي هتبقى من جدول الميه صفحه 25. طيب السي دبليو ما احنا خلاص عرفناها اللي هي 1 على في جي يعني تي دبليو. طب السي انفينيتي فاي على في جي يعني تي انفينيتي. لما كنا بنقول الاثنين بيساوي بعض فكان بيطلع لك السي انفينيتي بتساوي فاي في السي دبليو بس هما الاثنين هنا مش قد بعض فما ينفعش اقول ده يبقى الكلام ده غلط. حتى انا اقول لك ايه لا تساوي كومباين بس. نعم كومباين بس بالكومباين بس. لو في عندي تي انفينيتي لا تساوي تي دبليو يبقى الحاله دي احسبها من العلاقه دي عادي. هتحسب الفاي وهيبقى معاك الفي جي بس هتخش تجيب الفي جي من جدول الميه صفحه كام؟ 25 بس عند تي انفينيتي مش عند تي دبليو لان انا بجيب هنا سي انفينيتي. الحالات اللي فاتت كانت تي انفينيتي هي تي دبليو فكان بيطلع ان السي انفينيتي بتساوي فاي في سي دبليو. ماشي؟ طب المعادلة دي اصلا ايه يا زلمة؟ تي انفينيتي ثابتة واحدة بس؟ هي واحدة. ده اكسترنال لا ده زي ده اكسترنال فلو مش انترنال في انو اوت. طيب السؤال بقى المعادلة دي اصلا انا مش فاكر اصلا المعادلة دي ايه؟ عشان اجيب حاجة من الاثنين يعني بصراحة غالبا يعني يا اما بجيب تي انفينيتي مثلا على سبيل المثال درجة حرارة الهواء يا اما بجيب رطوبة الهواء رطوبة الهواء. طب رطوبة الهواء تيجي ازاي؟ هو انا لو عاوز اجيب تي انفينيتي ده انا في اتريشن. برافو عليك يا مراد انا كنت لسه قايل بس والله قال لك ايه؟ ده انت عندك مصيبه لو انا طالب تي انفينيتي. ليه؟ بس تي انفينيتي اصلا مرتبطه بيها. يبقى تشتغل طريقه اللي ايرور. هنحل عليها مساله دلوقتي سهله مش صعبه. خلاص؟ سهله مش صعبه. بس ايه ده لو ان كيس ان ايه؟ انا طالب تي انفينيتي. طب ممكن اديك تي انفينيتي واطلب منك ايه بقى؟ الريلاتيف ديناميك بتاعت الهواء ودي هتبقى سهله. هيبقى المجهول هنا ايه بقى؟ الوحيد السي انفينيتي. ولو جبت السي انفينيتي بقدر اجيب الفي جي عند تي انفينيتي والتي انفينيتي معايا. لو ضربتهم في بعض هجيب مين؟ الفور. بس تمام؟ بس طيب احنا كده خلصنا الكلام ده. هنحل مسألة على كل ايه؟ نوع. انا ده مش شيء؟ ممكن يعني هو ده من غير حاجة يعني. دلوقتي الاتش على الاتش ام بيساوي الايه؟ الكلام ده. هو انا ما كانش ينفع اجيب الاتش او الاتش ام واريح نفس الار اف اللي هناك ده؟ ينفع. بس لو الجيومتري ايه؟ معروف يعني انا مثلا دلوقتي مش احنا بنعرف نقسم الاتش على اكسترنال سيرفيس او الاتش ام برضه على اكسترنال سيرفيس بس للاسف مش اي اكسترنال سيرفيس يعني انا هنا كنت قلت لك المثال بتاعي اللي هو الايه؟ الترمومتر اقدر ارسم الاتش على السيرفيس ده؟ ما اقدرش عشان كده رحت عملت ايه؟ البالانس ما بين الكونفكشن والايه؟ والايفابوريشن. انما انا لو قلت لك بقى ممكن انا اسهل لك اعمل لك ايه؟ هجيب لك اكسترنال سيرفيس عادي مثلا زي ما قلت لك سويمنج بول مثلا وده هيبقى حاجه اكسترنال هيبقى فلات بليت تقدر تجيب ايه؟ الاتش اتش ام ولو عرفت الاتش ام تروح تجيب الاتش ودي مساله في امتحان موجوده يعني موجوده يعني هتلاقيها مش عارف السنه اللي قبلها ليها يعني فكان الموضوع فيه ايه؟ ان المنطقه المفروض اقدر اجيب الايه؟ الاتش ام منين؟ من الاكسترنال ماس ترانسفير اللي خدناه المحاضره اللي فاتت. لو الاتش ام جبتها اقدر اجيب الاتش ولا لا؟ اقدر اجيبها. في واحد ممكن يقول لك انا هروح اجيب الاتش بالكونفكشن اللي هو بتاع الترم الاولاني اه ينفع صح برضه
بس هتطور على نفسك. العلاقه دي ميزتها ايه وسهولتها في ايه؟ ان انت لو معاك اتش ام هتجيب اتش على طول. اه بس الروبس دي عندها ممكن اتش. ما احنا قلنا الرو والسي بي والالفا والدي عند تي اف. تعال نحل مثال على الكاميرا كله كثافه الهواء السن هو دي من الناحيه هو انا هنا ما حولتش حاجه خالص فانا في الانترنت مساله رقم 13 بيقول لي دراي اير ات اتموسفيريك بريشر بقى عندي دراي اير عند الضغط الجوي لود اكروس ثيرمومتر ويتش از انكلوز يعني ده بنكفر ذا كلاسيكال ويت بالب ثيرمومتر بيقول لي ذا ريدنج اوف كلاسيكال ويت بالب تمبريتشر يعني قرايه الويت بالب تمبريتشر عندك كام ب 18.3 الويت بالب تمبريتشر عندي اللي هي انهي درجه حراره دي ده بتاعت 18 خلاص ايه مطلوب التمبريتشر اوف دراي اير اللي هو دراي بالب تمبريتشر اللي هي كام بس ده ايه بس دي اول مسألة ليه المعطيات شكلها ايه ليه المعطيات قليله كده حاجه لا كده بتحل انا عندي دراي اير وهيعدي على ويت بالب ثيرمومتر الريدنج بتاع الروز بالب ثيرمومتر 18 وده عندي دراي اير عاوز اسيب سنه بتاعته بكام؟ طيب اول حاجه انا عندي ايه ده ابلكيشن على يعني صريح على كومبايند هيت اند ماستر ترانسفير زي ما احنا لسه واخدين مش كده؟ يبقى انا عندي هنا في ايه؟ في كومبايند هيت اند ماستر ترانسفير وعندنا ريليشن واضحه اصلا ثابته ما بين الايه؟ الاتش والاتش ام خلاص؟ احنا لسه واخدينها اللي هي الاتش على الاتش ام بتساوي رو سي بي الفا على دي اس كام؟ 2 على 3 هو اصلا الرقم ما طلبش مني ايه؟ ان انا احسب اي هيت ترانسفير ريت لان انا اصلا ما اعرفش لان هيت ترانسفير انت عارف تحسبه لازم يبقى عندي جسم ايه؟ ابعاده معروفه واقدر احسب منها كيو ولا وكده يعني مثلا فلات بليت او حاجه زي كده اقدر اجيب منها كيو وكي فبالتالي محتاج فعلا لو انا عايز اجيب الكيو محتاج احسب اتش او اتش ام صح؟ طيب بس انا اصلا مش عايز كده انا عايز درجه حراره صح؟ فدلوقتي ايه الاتش على اتش ام دي انا اصلا ما اعرفهاش فانا عايز اخلص منها فبالتالي احنا اتفقنا اللي هو الابلكيشن بتاع الايه؟ الويت بالب ثيرمومتر فيه بالانس ما بين الايه؟ الكيو بتاعت الاوبريشن والكيو بتاعت الايه؟ الهيت ترانسفير في بالانس ما بينهم الاثنين بيساوي بعض فاحنا بنعمل البالانس ده بنوصل للنتيجه اللي ايه؟ اللي احنا وصلنا لها من شويه اللي هي دي البالانس ده في الاخر بيوصلني لايه؟ للمعادله اللي انتوا لسه شايفينها اللي هي معادله رقم 2 ولما سويت 1 و2 طلع لي ايه في الاخر؟ الرو سي بي في الفا على دي اس 2 بتساوي سي كام؟ دبليو ناقص سي انفينيتي على تي انفينيتي اللي انا عاوزها بقى الايه؟ بريشر في جنب كيو طيب اعمل ايه؟ ماشي افضل تي سنتر افضل ايه؟ تي انفينيتي قبل ما افرض اي حاجه اصلا يعني مدام دراي في حاجه نعرف نحسبها هنا اتش اف جي اتش اف جي السي انفينيتي السي انفينيتي بزيرو دراي صح؟ يبقى مفيش شك يبقى ده بزيرو ايه تاني عارفه؟ تي دبليو كام؟ 18 السي دبليو السي دبليو اقدر احسبه؟ اه ازاي؟ واحد على بي جي عند التي دبليو اه يبقى السي دبليو بتساوي واحد على البي جي عند التي دبليو يعني بتساوي 1 على البي جي عند كام؟ 18 3 بلس 2 7 3
جبنا كده سي دبليو بقى. سي دبليو معايا. والاتش اف جي يبقى جاي مع درجه حراره الايه؟ الميه. وانا عندي درجه حراره الميه اصلا يبقى بالمره برضه اجيب الاتش اف جي عند كام؟ 18.3. بس طبعا قدرها في كام؟ يعني لو انت تحط ماشي ضربها في 1000 تبقى بالجول. طيب يبقى احنا كده ايه؟ يبقى احنا عندنا ما عنديش مشكله غير مننا ايه؟ تي انفينيتي. والبروبرتي دي لو جبتها يبقى الدنيا خلصت مش بتاعتي. بس البروبرتي دي اللي هم الاربعه مع بعض انا بعرف اجيبهم بس عند تي اف وانا ما عنديش تي اف. يبقى لازم هنا ترايل للزيرو. يبقى احنا نعمل هما تو ترايل. يبقى نقول فيرست ايه؟ ترايل. انت هتجيب ايه؟ هتجيبها عند تي دبليو على طول. وجيبها بقى ايه؟ ما تعملش انترفوليشن، جيبها عند اقرب درجه حراره عندك في الجدول. فوق التي دبليو. لان المفروض التي اف دي اصلا ايه؟ اعلى من تي دبليو. صح ولا لا؟ لان المفروض تي انفينيتي اكبر من تي دبليو، يبقى التي اف هتبقى اكبر منين؟ من تي دبليو. فاحنا المفروض الترايل الاولاني هنجيب الرو والسي بي والالفا من تيبل كام؟ 18 هات 295 درجة الحرارة اللي عندي خلاص. طب انت بقى تاخد اقرب رقم عندك في الجدول على طول يعني خلاص؟ هتاخد اقرب رقم عندك في الجدول. طب نعم فوق احنا قلنا التي اف بتساوي كام؟ صح؟ التي ده انفينيتي اكبر من تي اف يبقى في الحالة دي هتبقى تي اف لازم تبقى اكبر من تي اف. فتجيبه فوق التي ده. طيب يبقى دي اول حاجه رو سي بي والالفا. طب ودي اديت الجاب ازاي؟ ادينا شيت. بس ادينا شيت عندك الديلي موجوده في الجدول ده عند درجه حراره كام؟ عند 200 كام؟ شيت عندك علاقه تقول لي ان دي 2 على دي 1 بيساوي دي 2 على دي 1 بص 1 على 2 تيجي 1 على دي 2 دي خدناها المرة اللي فاتت. دي اللي هو الديفيشن كوفيشن. دي اللي هو الايه؟ دي 2 عند دي 2. ايه دي 2؟ درجة الحرارة بتاعت المسألة اللي هي مش في الجدول. تي 1 درجة حرارة الجدول. هو الجدول مكتوب عندك. الجدول اللي هو ما بين الاير والمية مكتوب جنب الاير والمية ايه؟ 273 ولا 298 298 يبقى دي 1 تبقى كام؟ 298 وانا اصلا هنا اتموسفيريك يعني بي 2 هو الضغط الجوي. طب وبي 1 هو ضغط الجدول اللي هو الضغط الجوي. فانا عندي اصلا بي 1 وبي 2 زي بعض. طب ودي 1 على دي 1 اللي هي كام؟ بوينت 2 6 في 10 سالب 4. دي اشمعنى الرقم ده؟ عشان الرقم ده ما بين الاير والميه، وانا عندي اير وميه. طيب، دي 2 اللي هي كام؟ اللي انا بجيبها عندها اللي هي الرقم ده. يبقى انا من هنا اجيب كام؟ اجيب الدي. طيب، يبقى انا فيرست ترايل جبت ايه بقى؟ جبت الخواص اللي هو رو والسي والالفا والدي. مش كده؟ بعد ما اجيب كده اعمل ايه؟ خطوه بس معوض فين بقى؟ الايكويشن. هنسميها دي 2 هجيب ايه بقى؟ تي انفينيتي. هو احنا ليه تي 2 عملناها كده؟ ممكن نعملها 300 ولا حاجه اسهل مثلا؟ يعني رقم في الاخر ماشي ممكن يبقى اسهل عشان ده ترايل اند ايرور. بس انا بتكلم ان جنرال في اي مساله ثانيه. ما انا في مساله ممكن انا اديك تي 2 دي بكام؟ ايوه الاول اي مساله تي 1 تي 1 لا مش فاهم مساله عشان انا الجدول هنا بتاع الهواء والميه عند 98 بس ممكن مادتين تانيين مش 98 عند كل مادتين مكتوب درجه الحراره اللي انا بجيبها عندها يعني في مثلا مواد مكتوب 273
فاهم الشرط؟ بس كلهم البي واحد عندك اتموسفيريك. طيب اعمل ايه بعد كده بقى؟ اعمل ايه بعد كده؟ اعمل ترايل بقى. ما انا جبت الانفينيتي مش صح؟ يبقى السكند ايه؟ ترايل. ايه بقى السكند ترايل؟ الرو والسي بي والالفا عن التي اف بقى اللي هي التي دبليو اللي هي 18 زائد التي انفينيتي اللي ايه؟ من فيرست ترايل اللي احنا جبناه على الاثنين. وهجيب برضه دي، دي برضه عند كام؟ تي اف. بس هي خطوتين. يبقى ارجع اجيب الخواص بس تاني عند تي اف، ارجع اعوض في الكوشن كام؟ 2 فاجيب كام؟ هل دي صعبة؟ لو سي انفينيتي مش سي انفينيتي بتساوي الفاي على الفي جي على سي انفينيتي الفاي بقى ترايل ايرور بقى هتفصل يعني الفاي لا اجيبها في طريقه على الفاي على الفاي ولا لا لازم تفصل للتي انفينيتي ولا تفصل للفاي ما انا فرضت تي انفينيتي هجيب بقى الفاي ثاني انت لو فرضت التي هتجيب عندها على سي انفينيتي ماشي ما هجيب لا لو فرضت التي ده جبت منها الفي جي عند التي انفينيتي اه عاوز بقى اجيب بنت سي فين سي فين بيساوي الفاي على البي جي الفاي بقى دي هجيبها منين بص انت دلوقتي بتقول ان سي انفينيتي دي ده هو مش رايت خلاص يعني ليها قيمه يعني اه هجيبها ازاي القانون بتاعها وهو لازم يديك حاجه منها يعني لازم يديني الفاي يديني الفاي يديني ده مش حرام بس ما ينفعش يلزم ابوريه ما ينفعش يعني هو يا اما دي درجه حراره ويطلب رطوبه يا اما دي رطوبه ويطلب درجه الحراره ما ينفعش الاثنين يبقوا ابوريه كده طول النور يعني مثلا عندك معادله مساله رقم 14 الشباب مساله رقم 14 يدي لك الدراي بالب والويت بالب يديك الدراي بالب والويت ايه؟ بالب وطالب الريلاتيف هيوميديتي فانا هعمله ايه؟ ان انا البروبرتي فيها امر جامد بمنتهى السهوله ما عنديش ترايل اند ايرور لان انا معايا تي انفينيتي وتي دبليو هجيبهم على طول ثابتين خلاص؟ وتي انفينيتي معايا ما هو مديها لي انا لما بقول روح مين؟ سي انفينيتي بس انا اصلا يعني مش هنحتاج ان احنا ممكن نحسب الفاي من الترم اللي فات لا 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 ما اصلا الطريقه دي بدل الترم اللي فات يعني طريقة تانية كده. طيب السي انفينيتي كده اقدر اجيبها لو جبت السي انفينيتي اقدر اجيب الفاي ولا لا؟ بس طيب نرجع للانواع التانية فعملت لاير على الارض قد ايه؟
واحد منها. ودرجة حرارة المية 25 درجة. والسراوندنج اير 25 درجة. يبقى انا عندي هنا ايه؟ الهواء والمية الاثنين عند نفس درجة الحرارة يبقى الثيرمال ايه؟ ديفيوجن. طيب يا ترى بقى الهواء ده ليه سرعة؟ هنقرا عشان نعرف. قال لي الهيوميديتي ريشيو اوف ذا اير 2 جرام فيبر لكل كيلو جرام دراي اير. خلي بالك الهواء بنعبر عن الرطوبه بتاعته بحاجتين، يا اما ريلاتيف هيوميديتي يا اما ايه؟ سبيسيفيك هيوميديتي. كل المسائل اللي عندك في الشيك كلها ايه؟ ريلاتيف. انا قلت اغير ونجيب حاجه فيها سبيسيفيك هيوميديتي بدل الريلاتيف هيوميديتي. طيب عامه انا من السبيسيفيك هيوميديتي اعرف اجيب الايه؟ ضغط ال ضغط بخار الميه لو عاوزه خلاص او تركيز بخار الميه. وبرضه من ريلاتيف هيوميديتي يعني الاثنين اقدر اجيب تركيز بخار الميه او ضغط بخار الميه. قال لي ايه بقى؟ Determine the time required to evaporate the total air. يعني انا عندي المايه دي السكيلز بتاعها قد ايه؟ 2 مللي. التايم اللازم عشان ابخر المايه دي قد ايه؟ لو الايفابوريشن تيكس بليس باي ديفيوجن ثرو ان اير فيلم 5 ملم ثيكنس. يعني ايه؟ ثيكنس الهواء فوق الايه؟ فوق المايه قد ايه؟ 5 مللي. يعني انت هتاخد الديفيوجن ده خلال 5 مللي هواء. يعني ما احنا لازم نحدد كده ايه سبيس معين، ما بنتكلمش على كل الهواء اللي في الايه؟ في البلانت، فهو بيتكلم على الديفيوجن في خلال قد ايه؟ 5 ملم ثيكنس للاير فيلم. طيب هعمل ايه؟ اول حاجه هرسم نعمل سكتش بسيط كده. انا عندي هنا ايه؟ ده السطح بتاع الايه؟ الفلور، وعندي فيه ميه، الثيكنس بتاعها قد ايه؟ 1 ملي. 1 ملي؟ ماشي؟ يبقى لو عملت الثيكنس ده 1 مللي واحنا هناخد ايه بقى؟ ارتفاع هواء فوق ايه؟ فوق المايه ده قد ايه بقى؟ 5 مللي. يبقى ده ال بتاع الهواء. ماشي. والابصايه بتاعت الهواء عندي كام؟ 2 جرام فيبر. طبعا احنا بنشتغل بالكيلو، يبقى 2 من 1000 كيلو جرام فيبر لكل كيلو جرام ايه؟ دراي. طيب انا عاوز التايم اللازم عشان ابخر المايه كلها. طبعا اعمل ايه؟ لازم نتفق على حاجه. انا الاول التايم ده هجيبه ازاي؟ ممكن ما ابقاش عارف خلاص، ممكن ابقى ايه حاجه كده في الاول افكر اتوتر مش عارف التايم ده هيجي منين، ما عنديش معادلات فيها تايم. بس ممكن اسال نفسي السؤال، هو التايم ده هيعتمد على ايه؟ يعني التايم ده هيبقى قليل ولا كبير على ايه؟ على معدل التبخير. وانا بعرف اجيب معدل التبخير، يبقى خلي كل تركيز فكري على مين؟ الريت اوف ووتر ايفابوريشن. بعد كده اشوف ايه علاقه ده بده. فانا كده ايه؟ جزأت تفكيري بدل ما اقعد افكر في مليون حاجه في نفس اللحظه. يبقى انا هفكر ان انا اعرف اجيب معدل التبخير، لان هو ده اصلا الحاجه الوحيده اللي بعرف اعملها في الماس ترانسفير. فاكيد اي حاجه ثانيه هطلبها غير ده هتبقى مرتبطه بيها. تمام؟ اتفضل. استني ده. اه؟ ده اول حاجه. تمام؟ طيب. نعم؟ طيب انا عشان اجيب معدل التبخير لازم اعرف ده انهي كيس عندي من الثلاثه، ما احنا عندنا ثلاثه. كومبايند هيت اند ماس ترانسفير هقدر استبعده مباشرة لأن هو وصف الأول قال لي إيه؟ إن الاثنين نفس زي بعض ال 25. يبقى أنا كده ما عنديش غير نوعين، يا إما الكونفكتيف يا إما الاستاجنت، صح؟ يعني هو التفكير بالمنظر ده. طب ما هو كونفكتيف استحالة يبقى كونفكتيف، لأن هو أصلا ما ادانيش إيه؟ سرعات، ما قال لي الهواء ده ما ادانيش ليه أي سرعة، فما أقدرش أعتبر إن هو كونفكتيف. هو أكيد مش انترنال لأن بتكلم على سطح خارجي. يبقى هو حاجة من الاثنين، يا إما اكسترنال سرعة يا اما استاجن. هو ما ادانيش سرعاتي ما اقدرش اعتبره ان هو ايه؟ كونفكتيف. يبقى هو ما قداميش حل غير ان هو النوع الاولاني خالص اللي هو الاستاجن. خلاص. طب الاستاجن دوت انا بعرف اجيب الريت ايفابوريشن بتاعه ولا لا؟ هي معادله ما حطيتش غيرها. في معادله كده للووتر ايفابوريشن منين؟ للاستاجن كيس. طب نكتبها مع بعض. بتساوي ايه؟ دي عندك اول معادله عندك في المستر اصلا اللي بتساوي كام؟ دي 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 د
ارنود دي اس 2 ناقص 1 وبعد كده ام بي ناقص بي دبليو 2 ناقص بي دبليو 1 بس كده واحده واحده بقى. طيب اول حاجه ايه هو الاي دي بقى السيرفس اريا اللي بيحصل عليها الفيوجن. يعني لو معتبر مثلا ان ايه ان الديسك ده كده السطح بتاعه هو السطح بتاع الارض بتاع المحطه يبقى هو الاريا بتاعت الايه ريكتانجلر ده ريكتانجلر ده يبقى هو دي الاريا بتاعت اللي انا ما اعرفهاش ما اعرفهاش سيبها زي ما هي. يعني مش معنى ان انا ما اعرفهاش ان انا افضل واقف ممكن تكون اصلا ما لهاش لازمه خلاص يبقى خلي الاريا مجهوله مش مشكله. هي الاريا اللي هيحصل عليها الديفيوجن اللي هو الميه على المحطه على ارض المحطه فهي الاريا بتاعت الارض خلاص يبقى الاريا دي مش عارفها مش مشكله. طب هو ضغط يعني ضغط كلي اللي هو ضغط الاتموسفيريك اللي هو عندي كام؟ 101 كيلو باسكال. طب والمولوجن الرد بتاع الميه اللي هو كام؟ 18. هتلاقي عندك مسائل ثانيه في الدتك في الشيت هيبقى بدل الميه بنزين احسن يبقى المولوجن الرد بتاع البنزين هيدي لك الايه؟ الكيميكال كومبوزيشن بتاعه. لا انا بشتغل بالكيلو باسكال عشان انا هنا بحط دي بالكيلو بالكيلو ايه؟ جول. يبقى الار نوت هنا بكام؟ 8 وان 3 1 4 خلاص؟ لو انت بتشتغل دي كيلو يبقى دي كيلو. لو انت حاطط 8000 يبقى هتضرب دي في 1000 يعني المهم تبقى انت ظابطها يعني. طب والاريا دي انا ما اعرفهاش خلاص لانها زي ما هي والتي اللي هما الاثنين زي بعض اللي هي دي كام؟ 98. طب اكس 2 ناقص اكس 1 ده ارتفاع عمود الهواء. عشان كده هو اداني ارتفاع الهواء ده قد ايه؟ اللي هو 5 مللي. 5 مللي حيث اكس 1 هي 5 مللي يعني ده الامر اللي هو اكس 1 كده واكس 2 هو اكس 1 بلس ال فاكس 2 ناقص اكس 1 على طول بكام هو اداني؟ الديفرنس على طول ب 5 مللي. يبقى فاضل لي الديفيجن كوفيشن متكبر عادي وبجيبه بقى اللي هو الريشه بتاعت 2 على تي 1 وهي اصلا في 2 هي تي 1 لان درجه الحراره هنا بكام؟ 298 اللي هي تي 2 وتي 1 اللي هي تحت الجدول برضه 298 يبقى انا هجيب الدي مباشره من غير ما اكتبها في ايكويشن يبقى الدي هتطلع بكام؟ 2 6 في 10 سالب 4. طيب يبقى انا كل حاجه كده معايا ما عدا لسه ما جبتش بي دبليو 2 وبي دبليو 1. ما بي دبليو 1 هو ضغط بخار الميه هنا اللي هو بيساوي كام؟ ري ساتوريشن عند درجه حراره اللي هو 298 وده مش هو الري ساتوريشن ده اقل منه لان ده بي دبليو 2 هو ضغط بخار الميه اللي في الجو اللي انا بجيبه ازاي بي دبليو 2؟ ممكن اجيبه من الفاي لو انا عارفها اوكي او هجيبه من الابصاي انا عندي معايا الابصاي بس انا بتكلم ان ممكن يبقى معايا الفاي فاروح ضارب على طول بي دبليو 1 في الفاي خلاص؟ انما انا هنا معيش الفاي فهجيبها من خلال الابصار ولو دراي ايه يبقى بي دبليو 2 ده بكام؟ زيرو بزيرو. طيب يبقى انا هجيب بي دبليو 2 من الابصار والابصار بتساوي ايه بقى؟ هجيب بي دبليو 2 ازاي بقى من الابصار؟ هيبقى الابصار بتساوي كام؟ هجيب من هنا بي دبليو 2. طيب خلي بالك لو انت حطيت دي بالبار يبقى البي دبليو 2 تطلع بالبار خلاص؟ لان دي اصلا انت بتجيبها بالبار صح؟ دي سطح كام دي؟ 25. خلي الشغل جوه اللي بالبار عشان هي بار على بار مش هتفرق تمام؟ فانا بي دبليو انا حاطط البي بالبار يبقى بي دبليو 2 تطلع بالبار عشان انا جايب بي دبليو 1 بالبار. انا ما اعرفش اشتغل كل كيلو باسكال المهم الواحد ايه؟ شغل. بس دي لازم الكيلو باسكال. طيب احنا كده ظبطنا ايه؟ الدنيا كلها. ده هيطلع بيساوي ايه بقى؟ رقم في هيطلع رقم في الاريا. لو انت كنت عاوز الاول تحط الاريا بروحي مفيش مشاكل. بس لو احنا عايزين نسيبها فانكشن في الاريا مفيش مشكله برضه. طيب ازاي اجيب التايم؟ احنا كده خلصنا من ايه من المشكله؟ حتى لو انا ما كنتش عرفت التايم اجيبه بعد كده بس دي هاخد عليها ايه؟ درجات. درجات كتير كمان. طب لو عايز اجيب التايم بقى ايه هو التايم ده اجيبه ازاي؟ ايوه التايم هو عباره عن طلب ايه؟
التايم هيعتمد على معدل التأخير اكيد وهيعتمد على الناس اللي عندي اصلا دي قد ايه صح يبقى اقدر اقول ايه لو احنا عايزين نشتغل بالوحدات هلاقي التايم بيساوي الناس على معدل التأخير كيلو جرام على كيلو جرام بير سكند تطلع سكند يبقى اقدر اقول التايم بيساوي ايه ام على ام دوت بس انهي ام بقى اسمها ماسوف ايه هو مين اللي هيتبخر الليكويد يبقى ماسوف ليكويد طيب ايه هو ماسوف ليكويد بقى مصدر الليكويد الرو بتاع كثافه الليكويد اللي هي واقف في بقى ولا رو جي هنا بقى ماس ليكويد يبقى واقف خلاص من فوليوم اللي هو الاريا انا عاوز الحجم ده يبقى الاريا في السيكنس بتاعي يبقى الاريا في كام 6 1 على ام دوت ما ليه بدوت اصلا حاجه في ايه الاريا يبقى كده انا جبت على طول ايه الطايم الاكس واحد معايا طب والرو اف واحد على في ايه في بقى كده عند درجه حراره الايه الميه هتلاقي عندك مسألة نفس المسألة بس على بنزين فهديكي بقى هديك بقى روف بس للبنزين كده ويبقى نفس الكلام يبقى انا كده اجيب التايم بتاعي بالسلامة فانت صعب؟ مش عارف مين مش عارف مين متأخر كل مرة طيب عند دراي اير 25 دي سي و10 سنه 3 كيلو جرام بير سكند يبقى الهواء اداني ايمس فلوريت خلاص فلور ثرو 20 ملم دايامتر سيركولار تيوب هوز انر سيرفيس از ويتد ويز ووتر فيلم يبقى ده انهي نوع اللي هو الانترنال صح انا عندي هواء هيعدي جوه ماسوره والماسوره دي من جوه ايه ويتد بميه يعني ما فيهاش اي ايه يعني اي حاجه صعبه قال لي ديترماين ذا تيوب لينس ريكوايرد فور ذا اير تو بي ساتوريتد ات ذا اكس اه عاوز الايه الطول بتاع الايه البايب عشان الهواء يطلع ساتوريتد عند الخروج وعاوز كمان وات ذا ريت ات ويتش انرجي ماست بي سبلاي تو ذا تيوب تو مينتين اتس تمبريتشر ات 25 دي سي يعني دلوقتي ايه الهواء هيعدي جوه الميه اصل هيعدي جوه البايب فهيبخر الميه تمام نتيجه اصلا عمليه التبخير ده الطبيعي انه يحصل ايه ان درجه الحراره تقل زي الايه زي الترمومتر بالظبط هي نفس الكيس بتاع الترمومتر فلو درجه الحراره قلت اصبح ده عباره عن ايه كومبايند هيت اند ماس ترانسفور فيبقى الشغل بتاعنا غلط فهو قال لك ايه بقى انا ايه الانرجي اللي اديها للتيوب عشان اخلي درجه الحراره ثابته بحيث ان الحراره اللي هتفقد من الميه نتيجه عمليه التبخير تفضل ثابته عشان درجه الحراره تفضل ثابته لازم ادي للبايب حراره تعوض الحراره اللي هتفقد منه اللي هي طاقه التبخير ما هو يفقد حراره التبخير عشان اخلي درجه الحراره ثابته لازم ادي له كميه حراره قد كميه الحراره الناتجه من التبخير اللي هي الام دوت ايفابوريشن في الاتش اف جي فانا في الاول هركز ايه تفكيري على ان انا احسب هو عاوز اول حاجه يحسبها اللي هو الاكس ساب الطول اللازم عشان اخلي الهواء خارج ايه ساتوريتد هنرسم الاول المساله بتاعته ادي واي وقال لي الهواء بتاعي دراي يعني ايه دراي يعني الفا يعني الدخول بكام بزيرو هو ده كان هنا بفلوريت للهواء قد ايه بقى 10 10 اس 3 كيلو جرام بير سكند وهنا دوت الميه الدايمتر بتاعي معايا عاوز الطول اللي لازم عشان يطلع الفايب كام؟ واحد يبقى ده اسميه اكس سيتويشن ده المطلوب الاولاني وبعد كده طالب بقى الكيو اللي انا هديها للبايب قد ايه؟ عشان تخلي درجه الحراره ثابته عند كام؟ 25 يعني انا عندي هنا درجه حراره الموتر زي الميه اصل زي الهواء 25 فانا قبل ما اشوف حركة كيو هجيب الاول الاكس سيتويشن اول حاجه الفلوريد ده بتاع ايه؟ بتاع الهواء يعني ده الفلوريد بتاع الهواء عشان ساعات في مسائل زي كده بتيجي وتلاقي بقى الطالب ايه؟
او يعني بعض الناس يعني ليه بقى عك اي كلام ام دوت يبقى هي دي الام دوت ايفابوريتد اي حاجه فيها ريت يبقى هي دي الايفابوريتد ايه ريت في الووتر ايفابوريشن. فخلي بقى اختار المساله كويس ممكن المساله تبقى تافهه وعبيطه بس انت عشان تبقى مصرح. هو هنا قال ايه ده هوا داخل في فلوريت معين يبقى ده الفلوريت بتاع الهوا خلاص. انا بشتغل بالهوا بقى ولا بنتكلم مع بعض؟ انا فاكر انا سالت السؤال ده قبل كده و... ساعد السيرمو برضو هو انا اصلا ده عاوز ايه؟ انا عاوز اجيب الام دوت بتاعت السيرمو كل شويه اللي بتخلص. ماشي. انا قصدي ان ده كونفكشن صح؟ فهو في كونفكشن بيديني ايه؟ سرعه. ايوه. او بص تقول ايه؟ يعني دي بديل السرعه مش اكتر. يعني دي كل الفكره. يعني هو يا اما هو داخل بسرعه او بص تقول معين. فهو دي بدل السرعه يعني لو انت عاوز تجيب السرعه تجيبها منين؟ من بس تقول بتاع الهواء. انما ده لا يعبر عن الفايبريشن ريت. اوكي؟ طيب احنا عاوزين نحسب ايه؟ اكس الاكس فانكشن. الاكس فانكشن دي بنحسبها ازاي؟ بنجيب معدل التبخير الاول. معدل التبخير بيساوي كام؟ بجيبه عن طريق ماستر اصلا عن طريق كونتينيوتي صح ولا لا؟ اللي هو بيساوي كام؟ عدد الستين مع بعض اللي هو الاتش ام السيرفس اريا الفرق ايه؟ الكونسنتريشن ما بين الووتر عند السيرفس وما بين الكونسنتريشن بتاع البيبر عند الهواء اللي داخل واللي خارج الافرج مش كده؟ هو ده مش مقسوم على الاتش جي ولا لا مش حاجه خالص. انا بكتب عدد الريت اوف ووتر ايفابوريشن خلاص؟ طبعا احنا عندنا في حاجات معروفه ان هو عندي ايه؟ الهواء بتاعي ماله؟ دراي بس انفنتي تام مزيرة. وكمان هو خارج احنا طول عاوزين نطول له عشان ياخد ساتوريتي يعني السي انفنتي دوت بيساوي كام؟ سي دبليو. يعني هنا نقول الكلام ده بيساوي اتش السيرفس اريا في سي دبليو على الاثنين. طيب دي اتش ام في عندي تاني. طبعا انا اصلا بدور على مين؟ على طول صح؟ والطول موجود فين؟ في السيرفس اريا صح؟ فانا عشان اجيب الطول يبقى لازم اعرف الريت اوف ووتر ايفابوريشن. لو عندي خلاص لو عندي ايه؟ خلاص يعني انا ممكن في المساله بدل اديك الريت اوف ووتر ايفابوريشن عادي. بس هل هو معايا؟ هو مش معايا، هو مديني حاجه ثانيه. ده بس في الريت بتاع هوا. يبقى ما ينفعش ايه اسوي اي كلام باي كلام. يعني ما ينفعش اقول ان ده ب 10 سالب 3 ده معدل تبخير الميه وده الفلويد بتاع الهواء اللي داخل ملوش علاقه بيه. طيب يبقى احنا كده جينا نحسب السيرفس اريا عشان نجيب منها الطول ما عرفناش لان ده مش معايا. فاروح اجيبه بطريقه ثانيه اللي هي طريقه الكونتينيوتي كوشن اللي احنا اتكلمنا عليها في اول المحاضره اللي هي بتساوي ايه؟ الفيبر اللي خرج ناقص اللي دخل اللي هي بتساوي الكروس سيكشن اريا في الفلوستي في السي انفينيتي اوت ناقص السي انفينيتي ان مش كده؟ والسي انفينيتي بكام؟ بزيرو. وهو خارج اصلا ساتوريتد بس سي دبليو بيساوي سي دبليو. يبقى كده من الكوشن واحد واثنين اقدر اقول ايه؟ لو سويت الاثنين ببعض يبقى اتش ام في الباي في ال في سي دبليو على الاثنين بتساوي كروس سكشن اريا. دي باي دي ال. ايوه صح. دي باي على 4 سكوير في الفلوستي في السي دبليو. السي دبليو والدايمتر ده هيروح والباي الليلة تبقى اكس. انا مش عملناها. ايوه عملناها احنا بنشرح. الليلة تبقى اكس ماشي. احنا بنشرح احنا بنحفظ الشرح مش مشاكل. يبقى هنا ايه؟ سي دبليو يبقى ال سات او الاكس سات بتساوي في في دي على 2 اتش ام. معيش ولا الاتش ام ولا معايا الفلوس. الفلوس معايا يبقى انا بقى
عرفت بقى لازم تلمس فلوريت عشان اجيب منه الايه بنص. انا اشتغلت بحاجتين الماس فلوريت سوري الفلوس بتاعت الهواء مش معايا بس هو تاني بديل عنها اللي هو الماس فلوريت وكمان مش معايا تاني الاتش ام خلاص يبقى احنا اول حاجه نجيب الفلوس عشان هي سهله بسرعه غيروا لي الماس فلوريت بتاع الهواء بسعر كامل ايه بس الماس فلوريت هواء صح؟ تبقى رو هواء كده؟ يعني مش محتاج رو هواء في الجروس سكشن هي في الجروس هتجيب صف الهواء منين؟ عند كام؟ 298 صفحة كام؟ 18 وانت معاك الام دوت ومعاك الكلام ده هتجيب من هنا كام؟ الجروس صح؟ لا صح مفيش مشكلة نجيب بقى الاتش ام الاتش ام بتجيبها ازاي؟ احنا بنجيب تو بروبرتيز محتاجينهم دايما اللي هي النيو الايه؟ والدي والدي هنجيب بقى من الاول كده النيو والدي عند كام؟ 298 طبعا النيو دي بتاعت مين؟ الهواء مش احنا بنجيب ايه النمبر ده للهواء؟ الهواء اللي داخل بسرعه فالنيو بتاعت الهواء والدي طب لو جبنا الاثنين دول نقدر نحسب ايه بقى؟ اول حاجه اقدر احسب شميديت ولا لا؟ اللي هو النيو بتاعت الهواء على الدي اللي احنا جبناها طبعا والدي ده ما بين الهواء والميه تي ام تنس ثابته؟ نعم تي ام تنس ثابته؟ ايزوثيرم طيب النيو بتاعت الهواء الايه ما جبناش ميديت نمبر تاني حاجه اجيب ايه؟ النيوز نمبر بيساوي ايه؟ الفلوستي في الدايمتر على النيو بتاعت الهواء طب تالت حاجه بنجيب ايه؟ شيرود نمبر بيساوي ايه شيرود نمبر ده؟ ومحفظوش عندي هو انتوا قلتوا 3 بس 8 3 مش مدرس كام؟ طيب مشروع النمبر بيساوي كام؟ اتش يعني الاتش ام سمول على دي يعني دي بقى دايمتر على هجيب الاتش ام هعوض كده فين؟ في المعادلة بتاعت الاكس سبعة في المعادلة رقم الاكس سبعة ده اه 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 دكتور انا معيش ازاي تي انفينيتي ثابته؟ ليه؟ ازاي تي انفينيتي ثابته؟ مش بيبخر ما هو المفروض اه طبعا المفروض تتغير لا تي انفينيتي ثابته ان كل دول بتاعت المفروض درجه حراره الوتر هي اللي تبقى اقل من الهواء لا ازاي انا قصدي تي انفينيتي ثابته ازاي؟ مش المفروض تدخل وهتتبخر ميه ويحصل هتشيل ميه وتدخل ميه وهتحصل كل شيء انت عاوز يعني انت عاوز بقى الكيمو اللي انا هديها للبايب عشان تبقى درجه حراره ثابته قد تكون لو تفقد بالايفابوريشن اللي هي بتساوي كام؟ كيو ايفابوريشن دي الام دوت ايفابوريشن في الايه؟ في الاتش اف جي بتاعت الميه طب الام دوت ايفابوريشن اللي هي بتساوي اتش ام اللي هي ايكويشن واحد او اثنين؟ واحد مش كده؟ اللي هي من ايكويشن كام؟ واحد ايكويشن واحد او اثنين؟ والاتش اف جي هجيب عن درجه حراره الميه بس ده كده النوع الايه؟ مسألة 12 انا مش قاعد مسألة فيها الهواء المايه اللي اتدقت على الارض دي عاوز تتفاعل عشان تتبخر دي نفس المسألة بس بدل مايه بنزين بس كده خلاص لا الهواء مش هي ليه بقى؟ هو الفكرة ان المايه اللي اتدقت على الارض دي كان عاوز يحسب التايم لازم عشان ابخر المايه كان الهواء بتاعي استجمع هنا بقى الهواء ليه سرعه هنا فرصه فده هيبقى اكسترنال فلو خلاص اكسترنال كونفكشن ماس ترانسفير احنا لسه ما خدناهوش هنحل مساله على كل نوع مش حل لك حاجه هي هي طيب يبقى مساله 12 عندي بنزين هاز بين سبيلد
اون لابوراتوري فلور اند هاز سبريد تو الينس اوف 2 متر. يعني البنزين ده لما وقع على الارض انتشر لمسافه كام؟ 2 متر. يعني المسافه اللي هو انتشر فيها 2 متر. والفيلم او اللاير بتاعت البنزين 1 ملم دي ده دوت اللي هو الايه؟ الثيكنس بتاع البنزين. How long will it take for the benzene to completely evaporate؟ يعني عاوز التايم لازم عشان ابخر البنزين ده قد ايه؟ يبقى انا دلوقتي عندي البنزين سبريد المسافه كام؟ 2 متر. وفي هنا عندي هواء. قال لي في فنتيليشن في اللابوراتوري بروفايدز فور ذا اير فلو بارل تو ذا سيرفس. يبقى خارج ايه؟ الهواء بارل للسيرفس. والفنتيليشن ده مخلي الهواء ليه سرعه بكام؟ 1 متر بالساعة. يعني انا عندي هنا سرعه الهواء 1 متر بالساعة. البنزين والهواء الاثنين عند 25. يعني انا عندي زاويه البنزين كام؟ 25 دي سي. والهواء برضه عند كام؟ 25. والبنزين دوت الثيكنس بتاعه قد ايه؟ 1 مللي. طيب قال لي الماس دينستي وبنزين ات 25 دجري سي ان ساتوريتد فيبر اند ليكويد ستيتس ار نون تو بي 0.417 اند 900 كيلو جرام بالمتر كيوب. يعني انا دلوقتي مديني ايه؟ كثافه البنزين. بس انهي كثافه؟ بتاعت الساتوريتد، يعني اللي هي الرو جي او الرو اف. لان هو قال لي ايه؟ انا مديها لك فين؟ في الليكويد ستيت والبيبر ستيت بتاعت الساتوريتد بنزين. خلاص؟ يبقى انا دلوقتي عندي ايه؟ كثافه الفيبر وكثافه الليكويد للبنزين. يعني بدل الرو اف والروج بدينا الرو اف والروج للميه، معايا الرو اف والروج لمين؟ للبنزين. يعني انا ناقص 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 يعني البنزين اللي عندي رو اف ومعايا ايه؟ رو جي. الرو اف كام؟ 900 اللي هي كبيره طبعا. ودوت 0.417. طبعا الرو جي دي اللي هي ايه؟ دي كثافة بخار. يبقى سي يبقى يعني يبقى سي ايه بقى؟ كنا مسمينها ايه؟ سي بنزين زي سي ووتر كده. سي بنزين مثلا؟ اه هي دي سي ووتر يعني او سي دبليو. دي اكنها ايه؟ سي دبليو. يعني هنا دي سي دبليو اكنها دي سي دبليو كام؟ الرقم ده. طب السي انفريت كام؟ يا دكتور هو ينفع انا بحل ينفع انا بحل عشان ما اتلخبطش اقول عليها سي دبليو يعني كده؟ سي دبليو واحد على كام؟ سي عند درجه هو اصلا مش درجه سي بكام؟ سي ايه؟ لا هو الهواء اللي في الجو هتبقى زين. لا صح. يبقى ما فيش اصلا حاجه اسمها سي انفينيتي. دلوقتي ايه؟ يعني احنا بنقول السي انفينيتي هو تركيز بخار الميه اللي في الجو صح؟ طيب دلوقتي الجو ده فيه بنزين، يعني انت بتشم بنزين دلوقتي. بص هو البنزين بنزين بنزين. يعني انا قصدي الرطوبه هو يفتك ماشي. يعني انا قصدي حتى لو في البنزين او حاجه هي بتبقى على البنزين. حاجه بدك كام؟ بنزين. يبقى على طول لو في حاجه فيها بنزين هتبقى بنزين، يعني مش محتاج ولا دراير بقى. خلاص؟ طيب وده بقى ايه؟ تركيز بخاري بنزين. خلاص؟ لو انت عاوز تديله رمز تاني ممكن تديله رمز تاني يعني سي بي مثلا. مثلا اللي هي زي السي دبليو يعني. خلاص؟ طيب احنا دلوقتي عاوزين نعمل ايه بقى؟ نجيب التايب. ما هي نفس اللعبه بقى. خلاص عشان نجيب التايب هنجيب الريت اوف فوتر ايفابوريشن. هنجيب الريت اوف فوتر ايفابوريشن ازاي؟ ده مش استجمنت، فمش هنستخدم عدد استجمنت. ده اللي هو الاكسترنال. بنساوي الاكسترنال بقى ال اتش ام في السيرفيس اريا مش كده؟ في السي ايه؟ السي ده ناقص انفينيتي فرق التركيز. يبقى هي سي بي ناقص كام؟ سي انفينيتي. ده كام بزيرو؟
كده وده هو معايا والاريا مش معايا مش مهم خليها ما اصلا انا مش عاوز الام دوت ده عاوز الطيب خليها بقى خلاص عرفنا ان الايه الاريا كده هتروح بقى بدور على الاتش ام وبس عشان اجيب الاتش ام اعمل ايه بقى مش عارف نفس الخطوات دي بس الخطوات دي كانت للانترنال طب في خطوات شبهها كده للاكسترنال الاكسترنال بقى بتبقى ازاي اول حاجه اجيب ايه مش اجيب بقى النيو دي صح طلعوا هم عندي كام 93 دول بتاع الهواء بس دي بقى ما بين الهواء والبنزين بكام بقى ده دي ما بين الهواء والبنزين بوينت 8 8 و10 سنة 5 دي باش طب انا لو جبت اول خطوه اللي هي الايه بروبرتي اجيب بعد كده شمدل بيساوي النيو بتاعت الاير على الديفيوجن كوفيشنت عشان السجادين بعد كده اجيب له النمبر بيساوي ايه؟ الفيلوستي بس مش دايمتر بقى عشان نتكلم على اكسترنال اوفر فلات بليت يبقى ايه اللي هو 2 متر على النيو بتاعت الهواء طيب بعدين ايه الخطوه اللي بعديها؟ اشوف بقى اليوز نمبر ده في الاكسترنال بنشوفه اصغر من 5 ب 10 اس 5 يبقى لامينر او اكبر من 5 ب 10 اس 5 يبقى ايه؟ ميكس في هنا علاقه اللي هي بتاعت شيرون اللي هي زي بتاعت اللامينر انوكسي باور نص سبل نص عشان تلبد دي دول؟ ودي اي كان استخدم اي واحده منهم على حسب الايه هي لامينر ولا ميكس طب انا لو جبت ريوز نمبر يبقى كده لو جبت شميل لا جبت اتش ام اتش ام ايه اتش ام في الايه في الايه اللي عندنا ساجي من اتش ام خلاص هل كان صعب طيب بعد ما جبت ال اتش ام اقعد فين في الكوشن دي اسميها الكوشن الواحد اجيب ايه الام دوت بسبب حاجه في الام الطايم بقى بسبب ايه صح ام على ام دوت كده طب ايه بقى ايه الام دوت الام ولا ايه كثافه بقى الليكويد بنزين كثافه البنزين الليكويد اللي هو رقعه الليكويد بقى اللي هي فرو اف اللي هي 900 كده في السيرفيس اريا في الاكس الاكس دي اللي هي 1 مللي طبعا السيرفيس اريا طول والرو اف دي اللي هي كام؟ ما فيهاش حاجه صعبه طيب ايه كده خلاص يعني المساله زي دي ممكن يعني سواء ميه او هواء نفس الحل هو هو واحد يعني مفيش اي فرق بس ممكن مثلا تبقى فيها اختلاف ايه يعني مثلا تطلب ايه مختلف يعني تفترض بقى ان انا ممكن اديك بقى معادله تبخير واطلب منك السرعه بتاعت الهواء عشان اجيب السرعه هو انا هجيب الاتش محتاج الام دوت عادي موجود معايا هجيب الاتش يبقى انا لو معايا الام دوت هجيب من هنا اتش ام صح؟ وارجع بالعكس وترجع بالعكس افرد ازاي بقى؟ افرد بعد ما تجيب الاتش ام ما تلاقيش ام هتجيبها من هنا هتجيب من هنا شروي صح ولا لا؟ طب بعد ما تجيب شيرويد افرض افرض ما انت المفروض تجيب السرعه من اليوز نمبر بس انت عندك هنا معادلتين تعمل ايه؟ تفرض لامينر لما تجيب لامينر لما تفرضه لامينر انت اصلا ده معاك من اتش ام لو ده معاك هتجيب من هنا ايه؟ اليوز نمبر لو طلع اصلا اصغر من 5 ب 10 اس 5 كده انت اصلا فرضك سليم صح؟ لو طلع اكبر انت فرضك غلط وتستخدم الثانيه وبعد ما تجيب اليوز نمبر هتجيب الجلوس تبقى خلصت يعني انت ايه؟ بدل ما تبتدي من فوق لتحت تبتدي من تحت لفوق. طب لو مش مديك ام دوت بعمل ايه؟ ما انا ما ينفع يا ابني انت عاوز انت مصمم عاوز تحط تسهيل صح بس ما
من 5 5 من 8 ل 10 حصريه من واحد الف اه ورا بعض ما يلف كده من غير انت شوف الدنيا الشغل ده انت مش هتعمل السيمره بتاعه